اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جامع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا Muhammadsho Tuji biha minja ilahwa wafat wa di la nabiha Jaja وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبات الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جامع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جامع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا Muhammadsho Tuji biha minjami ilahwa wafat wa di la nabiha Jahaja وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبات الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جامع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات